العصور بطريقة مفصلة كتير. هلا بدنا نفوت على، خلصنا موضوع فن الكهوف ورموز الزخارف اللي أنشأها الإنسان، نفوت على تطور المساكن، كيف بلش يطور الإنسان المسكن أول شيء، من يعني أو حاله التجمع اللي كان يتجمعه كصيادين ببعض يعني قبل ما يسكن البيوت أو الخيام. هالتجمعات هيدي البشرية طبعا عملت من الإنسان كائن اجتماعي. الكائن الاجتماعي كان عبارة عن أسر أو قبائل، كانت بحاجة لتبلش تطور مجتمعات. هالمجتمعات ما بتتطور إذا كان واحد قاعد بالفلا لحاله أو بمغارات بعيدة عن بعضها. بلش من عظام الحيوانات اللي هي مثل الماموث وغيره، الحيوانات الكبيرة، يعمل خيم، يعمل مساكن بدائية، طور فكرة الصيد، طور المصنوعات اليدوية. عم نشوف إنه بعدين لا، بلش يبني بيوت من خلال القش والخشب، ولكن كان بعده بنمط متفرق، يعني بعده ما عقله الجمعي قدر يعطيه فكرة انه لازم يعمل شو سور حوالين هالمنطقة هيدي. لما انكترت البيوت وصارت كرة كبيرة، صارت خلق عنده احساس الفضاء، احساس الاحتواء. صار هالإنسان يعتبر انه انا لازم شيء يحتويني، مثل ما بيحتوي هالخيمة. هالقرية اللي كبرت صارت بحاجة لاحتواء كمان، مشان هيك عمل شيء سراوندينج حوالين القرية هي أو سور، وصار عنده احتواء داخلي لهالقرية كلها. ومنشوف بعدين إنه هو البيت عبارة عن احتواء كونتيننج لجسم الإنسان لكينونته. طبعا من بعد ما عمل هالكرة صار عنده حس التعاون، أنتج أخلاقيات مع باقي الناس اللي بقلب القرية. صار في حالة تعاون، صار في حالة يعني استفادة من بعض. أنشأ بلش يعمل المصنوعات، الفخار، بلش تتطور الأدوات، بلشنا نشوف مصنوعات مميزة وإلى شكل هندسي معين. يعني ما عدنا عم نشوف أشكال بدائية، ما عدنا عم نشوف أشكال حجرية. بلش الإنسان يطور مهاراته بالشكل اللي عطاله الفخار، الشكل اللي عطاله مصنوعاته، الشكل اللي عطاله الأساس اللي البيت من جوا، طريقة فرش البيت، وكمان الزخارف اللي كان يعملها. فإذا تطور المساكن بلش من تجمعات مستوطنات، يعني عبارة عن خيام، تجمعت هالخيام، بعد فترة صارت في بيوت من القش، أكواخ، بعد شوي صار في مساكن من الخشب، بعد شوي صارت القرية، تصورت القرية، وبلشنا نشوف إنه قرية نشأت، قبيلة تانية عملت قرية تانية حدها، قبيلة تانية عملت قرية تالتة حدها، وصار في قرى متجمعة اللي أنشأت بعدين مدينة كبيرة. هلا بدنا ننتقل بعد ما اخذنا لمحة سريعة عن هالتطور اللي صار بتفكير الإنسان وبإدراكه بالبرسبشن تبعه له لمبدأ الاحتواء، من الكهف للأكواخ لقرية للبيت لحس إنه بكينونته. ما نفوت على السياق، أنا كتير ركزت لكم على السياق الكونتكست، لأنه لازم كتير نفهم الهندسة عمارة والهندسة الداخلية والفنون كلها يعني متعلقة بالسياق. شو هو السياق؟ السياق مؤلف من عدة شغلات، هنا ثلاث خصائص كتير مهمة: الثقافة، الاقتصاد والطبيعة. كيف أثروا الثقافة والاقتصاد والطبيعة على مجريات التاريخ، على حضارة الإنسان؟ عم نشوف الثقافة هي العلاقة بالإنسان. الإنسان بينتج تقاليد، بينتج مجتمع، بينتج قيم وأفكار. أول شيء بالتقاليد، طبعا لنعرف نحن إنه يعني في متغيرات في كل مجتمع، له عاداته وتقاليده. تقاليد في منها ثابت وفي متغيرات. يعني نشوف مثلا إنه مجتمعات أنشأت تقاليد معينة ظلت ثابتة، مثل لنفترض مثل الزواج، إنه بتشوفوا إنه مثلا من 1000 سنة أو 1400 سنة أو 2000 سنة الزواج بعده مثل ما هو. يعني خصائص الزواج او مبادئ الزواج مثل ما هي. في عادات وتقاليد مجتمعية تغيرت، ما ضلت مثل ما هي. مثلا عادات الاجتماعية بأوروبا
كانت قبل الثورة الصناعية شيء وبعد الثورة الصناعية شيء، يعني الثورة الصناعية أثرت على تغيير العادات والتقاليد، فإذا هون كان في ثوابت متغيرات. المجتمع، خصائص المجتمع بيتألف من فقراء، من أغنياء ومن طبقية، كمان هيدول بينتجوا الإنسان وبينتجوا المجتمع. هودي كتير مهمين لنشوف كيف أثروا على الهندسة بعدين، إنه كيف عمارة الفقراء كانت، كيف عمارة الأغنياء كانت، كيف الطبقية بالمدينة شو عملت فرز بين الفقراء والأغنياء وعملت مشاكل بعدين، كيف الهندسة الداخلية أثرت على بيوت الفقراء شيء وعلى بيوت الأغنياء شيء. بعدين بنجي بالثقافة للقيم والأفكار، كمان هالإنسان نتيجة موقع الجغرافي، نتيجة البيئة، نتيجة خصائص كتيرة، أنشأ قيم وأفكار، يعني صار إنه في عنده قيم متشددة ولا قيم متحررة، كله بيرجع لطريقة عايشه، لموقع اللي بيعيش فيه. حنشوف هلأ مثلا بالنسبة للاقتصاد، إنه هالاقتصاد أنشأ عدة مجتمعات، مجتمع الزراعة كان مجتمع هو ثابت، هو اللي أنشأ الحضارات، المجتمع الزراعي. شرحت لكم بالأول إنه الحضارات نشأت على الأنهر أساسية، الأنهر والمناطق الخصبة، فإذا مجتمع الزراعة هو اللي بلش أسس الحضارات. مجتمع الصيد يعني بهمه يقتنص يلتقط، ما كان بهمه كتير إنه ياخد موقع جغرافي معين، لأنه كان دائما يلحق الحيوانات. مثلا ليش بيقولوا النياندرتال ليش اختفوا؟ لأنه كانوا ما قدروا يطوروا الحياة بعيدا عن الصيد، كانوا عايشين على صيد الماموس أو صيد حيوانات أخرى اختفت معهم كمان. فنتيجة انه هالحيوانات وقت اللي صار تدفى الارض، صار يطلعوا شمالا، لانه هي حيوانات بتعيش بالبرد، الانسان هذا النياندرتال كان يلحقها، ونتيجة انه خلصت هالحيوانات، خلص مصادر غذائه، وبعدين اندمج بفترة مع الأومو سابيانز وانتهى. فاذا مجتمع الصيد والراعي مجتمع متنقل، مجتمع التجارة، يعني نشوف بالسواحل مثلا، أعطيكم فكرة إنه في فينيقيين مجتمع تجارة كان، يعني كان شو مجتمع تواصل، عمل مستوطنات بكل تقريبا ساحل البحر المتوسط، أهمها قرطاجة وبسردينيا، بعدة مناطق بإسبانيا، بكتير مناطق على ساحل البحر المتوسط، مش بس بمنطقة لبنان والشام. الفينيقيين نتيجة إنه كانوا مجتمع تجاري، مجتمع رحالة، كانوا بالبحر على طول، كانوا هن عملوا تواصل بين هالحضارات كلها. بالنسبة للطبيعة، السياق الطبيعي كيف أثر على كمان على الهندسة والعمارة والهندسة الداخلية؟ بنشوف الموقع الجغرافي، موقع جغرافي جبلي له خصائص معينة، بعمره بالحجر بالساحل، بعمره بالحجر الرملي بالصحراء، بعمره بالطين. فإذا موقع جغرافي كتير أثر على مبدأ العمارة والهندسة الداخلية. مواد المناخ البارد تطلب إنه هالإنسان يحتوي بيته بطريقة معينة. المناخ المعتدل كان مثلا قادر يفتح أبواب وشبابيك وفتحات كبيرة. المناخ الحار استخدم الخيمة، لأنه عمارة الحجر بمنطقة حارة حتصير البيت مثل الفرن، مش هناك استعمل الخيمة، لأنه الخيمة بتعطي برودة أكتر، بتسمح للهواء يفوت أكتر وفليكسيبل أكتر، يعني كانت مرنة أكتر إنه يفك يشيلها ينتقل مع قطيعه أو مع الماشية تاعته. المواد كتير أساسية كانت الحجر أسس لعمارة مختلفة عن عمارة الطين. عمارة الطين أسست لعمارة مختلفة عن عمارة الخشب. فإذا كانت المواد كمان مؤثرة. بنفوت على البيت بنشوف البيوت اللي كانت تتعمر بالطين، كانوا يعملوا المفروشات أو الأثاث الفرنتشر بلت إن، يعني لأنه الطين مرن بيقدر يتطوع بالإيد، كان شو يعملوا التخت أو المرتبة بتاعت التخت، البلاتفورم، يعملوا المقاعد، كله بالطين. بينما بالحجر انه لا، كانوا يشتغلوا البيت من برا حجر ومن جوا بالخشب. المناطق اللي فيها اخشاب قدروا يطوروا مهارات الاخشاب اكثر. فاذا السياق هو مؤلف من هالعوامل هيدي، انسانيه واقتصاديه وطبيعيه، ادت لنشوء عماره مختلفه بكل موقع جغرافي بطريقه مختلفه عن الثانيه. هلا حكينا المره الماضيه انه كان في تلاقح حضارات، أخذت الحضارات من بعضها ولكن حافظت على خصائص الموقع، لأنه ما في الإنسان يهرب من الموقع. الموقع الحار بده عمارة للخصائصها لتتحمل الطقس الحار،
بالمواقع اللي فيها برد بده عمارة تتحمل سماكة جدران كبيرة اللي تتحمل البرد أو الثلج اللي عم ينزل. فإذا كل عمارة وكل هندسة داخلية كان السياق تبعها وتطورها وتحولها وهذا متعلق بالسياق. هلا بالنسبة للتطور